عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب الاشتراك المرور من أنيس البدري كرة خطيرة ضربة جزاء حكم المباراة يقول بعد الخطأ من حسين بن عيادة خطأ فادح يتأخر يوسف البلايلي الحكم قال لك نفذ يوسف البلايلي حطها بروعة في الشباك يوسف البلايلي بروعة وبالبراعة في الشباك حطها على يسار شمس الدين رحماني وأول جول للترجي التونسي في الدقيقة السادسة من انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. بلايلي كرة خطيرة بالرأس بابا جول فوسيني كوليبالي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. جاءكم من كوت ديفوار هذا فوسيني كوليبالي، الكرة عالية طلعت للسماء ونزلت خدا وقته اضربها على الطاير مثل ما يريد وحطها في الزاوية اليمنى أمام 20 نفر موجودين في منطقة الست أمتار، 20 نفر في المجموع يعني في مجموع موجودين فوق، تحط الكرة في الأرض وتصبر وتلعب وتمرر وتراوغ وتخرج تصيد الجول في منتهى الروعه. هذا الجول يا سلام على عديل جعبوط حطها في الجول 2-1 صارت النتيجه هنا كذلك امام انظار كل مدافعي الترجي يتفرجون على هذه الكره. اللعبه كم كانت رائعه من هنالك من عبد النور بالخير امام دفاع يتفرج وامام معز بن شريفيه لم يقدر حتى على التقاط الركنية خطيرة وجول يا سلام يا سلام يا سلام جول ثاني لصالح شباب قسنطينة بروعة جول هدف التعديل جاء في نهاية المطاف لصالح شباب قسنطينة. اللعبة كم كانت رائعة والرائعة على الجهة اليمنى من مرمى شمس الدين الرحماني وجول. شوف مين جاكم، هذا جاء من تونس، محمد علي اليعقوبي جاء من تونس بالراس وسجل هدف عليكم في قسنطينة بهذا الشكل. هاي مجدي تراوي قراولو ألف حساب، عنده نزعة دفاعية ونزعة عنده نزعة هجومية غير عادية بالمرة. سيناريو أفضل من هذا السيناريو، تا ياسين الغدار، تا ياسين المغوار، واضحة إعاقة حسين بن عيادة للكوليادور، تا الرحماني البنايلي، جول الترجي يرش قسنطينة رشان، الترجي شان البركان، الترجي يا سادة في افريقيا والسلطان، يا سلام يا سلام. كرة من البلايلي في الراس والتسويب والهدف الثاني في هذا الشوط الثاني، فرحة باب سويقة وفرحة حافظ والبقية في هذه الأجواء الكروية. افرح يا الترجي، الترجي شعلت النار في الجزائر يا الترجي. الهدف الثاني كوليبالي في الشباك جابانو كولي، هذه كرة ولقطة فنية ممتازة والكرة شورة كانت منا حسين بن عيادة فرانكو، يعني تعامله مع الكرة كان غريب كان خايف. وهذه اللقطة وعادل جابوت من عامش معاز بن شريفية رجي كرة طويلة بالراس وهدف هدف التعادل. دائما مشكلة الترجي في محور الدفاع، نسيم ياتو للفريق الجزائري بفرحة بركانية جزائرية. غريب التعامل الدفاعي للترجي، غريب تمركز العالم ثاني بالانتظار. كرة ممتازة، كرة جول، كرة جول،
شيء. بالمدرقة بالمدرقة مع السلام. شنو هذا يا تكشخ؟ شنو هذا يا درجي؟ قلت لكم اليعقوبي عنده في راسه مدرقة، عنده في دماغه مدرقة.